صبح الجيل وكل جيل و انا لسه صاحي حالا اهو. صباح الخير يا جماعة، النهاردة الجمعة 25/11. استنى عشان انا وجعي. واحنا النهاردة عندنا يوم جامد، هقابل مروان وجامايكا وفيستي. كنت خايف اقول ده. وهنروح مع بعض اللي هو المؤتمر بتاع اليوتيوب في مصر ان شاء الله. ده هيبقى اول فلوج ليا، ان شاء الله يبقى كويس. ويلا بينا. عايزين وصلنا اهو هناك دلوقتي، ومعايا مروان بيحاول يصور معانا. بص لي هنا، بص لي. ايه الاخبار يا جماعه؟ معانا عمر جامايكا. انا خلاص وشي اتقفل. خلصت شرفك. الناس دي يا ابني اول مره شفنا على قناتك بالطريقه الحلوه دي. على فكره مش مهتمين. انا اظن ان هم مش مهتمين. لا لا، انت عندك مفيش اي حاجه جنسيه. اقنعهم تاني عشان انا ابيع شويه. ايه ده؟ ده معلش استنى عشان الفيديو جاي. ده هناك دلوقتي مع بعضينا. بوس مع بعضين. استنى اشبك الكاميرا. ان شاء الله هنكمل مع بعض. استنونا. هنكمل ايه؟ يعني هنكمل فيها. احنا استنى مش هنموت بعد المحادثه دي. طيب يا جماعه. دول الاربع كروت بتوعنا بتوع الدكتور. استنى انا كمان. استنى ادي بتاع احمد الميماني الاوفستي. طب استنى بتاع بام. طيب بص بقى فرق بين قناتي وقناته. قناه رقم وقناه 10,000 ماشي. ومروان عمال يتفلط. مين يا ابني؟ استنى الحاجه تقوم. الحاجه هيصدقوني. احمد صبحي اللي هو انا البرنس. تمام كده وقناه كده كده. مش معايا الله تقرب معايا. بص بقى ليه نفهم احنا الثلاثه. ها صبحي هنفلط. احنا كده بنعمل لوك. هنفلط الجروب. بص معايا مين يا جماعه؟ هنغير اللي بيحصل دلوقتي. احسن واحد بيعمل ريفيوز لاي فايل اصلا ممكن يحكم على شخصيتك على فكره. سبورت واتش لك حط دول كده مقلوبين. انت الفراغ قتلك. ثانيه واحده بس عشان كل واحد يسحب واحد ويعيش بيه بقيه اليوم. يسحب واحد؟ يا عم احنا لسه ما دخلناش. يسحب واحد ويعيش بيه. اهو انا هكلم يحيى. احمد زفت. احمد مين؟ صبحي؟ لا بس لا ما اسمحش. عامل ايه يا مروان؟ مروان ما اسمحليش. انت عايزك تصورني كده؟ مفيش والله. يوتيوب الموظفين بتوع يوتيوب هيعرف حاجه مهمه قوي، فرق بيننا وبينهم، ان هم مش يوتيوبرز، هم موظفين في جوجل. تمام؟ الاكسبيرينس اللي احنا المفروض هتكون موجوده النهارده هي لليوتيوبرز. اللي فات اللي هو كان قريب جدا، كان الناس اللي حضرت كان ستيج كبيره قوي، كان جاي ناس يوتيوب، جايين ناس بتتكلم لبناني. النهارده ما فيش حد بيتكلم لبناني للاسف يعني. ده كان نفسنا بصراحه، وكان ناس جايه. ايه ده؟ مشجع المنتج المصري. تمام. حاجه كمان يمكن اهم من الموضوع ده، ان احنا محتاجين كيوتيوبرز مصريين نتعرف على بعض، نبني كوميونتي. الناس اللي قاعده مع بعض النهارده دي، وكل واحد يعني اغلب الناس ممكن تكون ما كلمتش غير الناس اللي جايه معاها بس النهارده. حد كلامي انا عارف. انا مش هكلم اللي جنبي، مش هتعرف. كريم والله تستاهل. تستاهل يا حلو. كويس. لا شغال. سامعني كده كويس؟ حلو. 30 واحد يعني، مش الموضوع مش كبير. مساء الخير. انا جماعه فيفي. بعمل فيديوهات على الفيسبوك. اليوتيوب كده مصلحه. المفروض ان انا امباسدور في اليوتيوب، فكان المفروض البس دين. مش عارف المقاسات عندهم هنا بايظه شويه. ايه؟ لا اصل هو كبير عليا مشكله. فان شاء الله نشوف حاجه بتحكي لنا قريب. حاجه انت
بتعمل دي تبقى مؤثره والناس بتتابعها ومتابعين ليك. عشان الناس تبقى متابعاك وبيتفرجوا على الحاجه بتاعتك لازم تحافظ على الانتباه بتاعهم. في شويه تكنيكس تبع يوتيوب هنقولها وبعد كده هديك وانا حته من عندي. حلو، هلا حسب النوع الجيلاتي ممكن هذا المقدار يختلف، فتأكدوا انه تقروا شو مكتوب على العبوة. ممكن تغيرها من البيت. انا اللي دبته والله. ايه الجمال ده؟ حلو. تفتكروا الست الجميلة دي عملت ايه في الفيديو صح؟ فبس بقى مشوق انا مغسله وط شويه. احنا خلصنا دخلنا خدنا محاضره كده شويه عن ازاي نطور ادائنا في اليوتيوب، كانت مثمره بصراحه، كانت ممتعه بصراحه واستفدت منها. استفدنا انا وجوستي كمان جامايكا مروان جامايكا انا مش جامايكا بس كده، و هنكمل لسه مع بعض اليوم طويل. طبعا يا جماعة دلوقتي ميعاد الاكل ساعة الفطور. بصوا انا عايز اقول لكم، بصوا بناكل يا جدعان. بص كاميرا دي، بص على بعدها، بص دي، خلي كاميرا دي تتجوز كاميرا، صورني طلعني في القناة. بصوا يا جماعة دي الحاجات اللي بصوا انا بقى، بصوا انا اكل ايه، بصوا انا كل اللي انا هاكله ايه، بصوا ميه بتلج، كوب ماء مثلث شويه تلج. ايوه شويه ميه بس. الصحراء ايه يطلع نار الصحراء عشان بس اي كلب مغرب هيقول عليا تخين تاني عامل له. لا انت تخين؟ لا انا مش تخين، ده مش وجبه واحد تخين. كلت المكرونه، ايوه دبل تيكاتا، كلت بوتيتو ويدجز. هو اصلا مش عارف ايه، انا مروان قاعد عاملين نفسنا كابل بناكل نفس الاكل ده. انا بص انا هنا وهنا في نفس الوقت نجم يا اسطى. بس فده كان الغداء، وبعد كده هنخش تاني خلاص بقى. خلاص بقى ماشي، نعمل برده شبه محاضره ثانيه تقييم للقناه بتاعتنا بعد كده غالبا. ان شاء الله انت بس ايه ده اوكي، بعد كده نخش على مستوى الاجباري. الراجل ده معانا في هنا ولا ده راجل غريب؟ انا حاسس موجود معانا في القاعه. اسامه حامد، صلاح حامد يبيع ايه يعني؟ برضو يحيى يعني. ماشي. انا النواب الحدث متخصص من اي شيء دخل تعلم منه، وزياره ورشه تعلم ساعه يوبي للتبعيه دي قريبه منك، لو قريبه هتروح مش مشكله بقى. مش زي احنا اخيرا خلصنا. علي صوتك شو عندك؟ انا هبقى علي في الاديت. بص يعني ما خلصنا. بص انا دلوقتي احنا هنروح الميت اب ده كمان ساعتين، مش عارف هنعمل لغايه الميت اب. طبعا الاثنين اللي هايفين دول مش معانا، لكن انا اول بس تيت طالعين. بس احنا شويه كده هنرجع لكم تاني. تعالى من الصغير. هلو عامل ايه؟ الزمالك هو الحياه بالظبط. يعني الزمالك هو الحياه، يعني الزمالك هو الحياه. ايه بقى؟ بص فين الحياه؟ يعني انا زملكاوي عايش بزملكاويت. ايه بقى يعني الحياه عباره عن ايه غير انها اسى كتير وفرحه قليله؟ ايه بقى الحياه؟ هو اسى كتير وفرحه قليله. طب وليه؟ ما هي الحياه كده. ليه على الاقل ايه مستك وانت بتحس بالانتماء لنادي؟ انك تنتمي بس كده، هو شعور بالانتماء بالظبط. بس مش شعور الانتماء ده ما بيخليش عندك الحياه. لا يعني ما تقولش مصر هي الحياه. لا مصر هي مش الحياه بصراحه، اللي انت مش مصر هي مصر. لا لان مصر هي الموت بصراحه. يعني مش عارف الانتماء ليه ممكن يخلي الحياه كده. وانت رايك ايه بس في الموضوع ده؟ بس هيديني راي افضل. عمان هي الحياه. انا قلت الفلوس ايه؟ فلوس هي الحياه. دينيرو فلوس هي الحياه. طلع كلب. انا بحب الفلوس. صح طلع كلب. الفلوس بتفيده، الفلوس بتعود عليه بالنفع. الزمالك لا. ليه؟ ما انت 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 بتشجع الاهلي؟ بشجعه بس مش هو الحياه. الزمالك هو نادي، الاهلي هو نادي كوره، بيلعب كوره بيكسب كوره بس. هو بص ده الفرق، ده يوم ما بيكسب بعد كل اللي هو قاله ده زملكاوي. يوم ما بيكسب بيبقى كسب،
ما بيقعدش عليا لا بحياه ولا بنفع ولا باي حاجه. ده الفرق. ممكن نفرح هي وخلاص. لا ما هو احنا من كتر اللي شفناه مع الزمالك بقينا مرتبطين بيه بشكل اكتر. انت عارف انت لما تتبهدل مع حد كتير بتشله برضه. الحد ده اللي انت بتشوفه يا اما بقى صاحبك فبيقعد معاك على القهوه بتقعد وقت ازاي، يا اما مراتك مثلا بتتجوزه ابوك وامك مفروضين عليك اخواتك، لما الزمالك ما يقربلكش تقول الزمالك في دمي. لا مش في دمك، مش في دمك، هو في حته ثانيه خالص. الموضوع صعب قوي يعني، بس انا هفضل زملكاوي برضه. ما هو ده بقى ده اللي جايبك ورا لازم تظل يا رفيع كتير ونفع. وانت يا حسن كده ولا ايه؟ انا محرج اقول ان انا انا ما اعرفش من حارس الاهلي اه ما اعرفوش مش انا اهلاوي ليه اهتم؟ ما يولع يوم ما في ماتش مصري دولي اه اللي ده بيريبريزنت مصر الموضوع فيه وطنية وطنية شوية. اي ما هو ممكن الزمالك بالنسبة للناس تانية بيبقى وطنية برضه. لو هاي سبورت لا والله الزمالك ايه وطنية يا عم انت مالك؟ انا شايف ان انا الزمالك بالنسبة لي وطن. انت اللي بتفرض عليا دلوقتي فكرتك زي وطنية. لا دخلنا في البنزينة مش بس بس انت زميلي مجدي صبحي يا ايمان عامل لك متابعه بنفسه مجدي صبحي ايه بيقولك قول لهم قد انت بتحبني يا بيست. انا بحبك هو فرحان بالعلامه الصح اللي جنبه دخل لها. طيب عموما على فكره انا ما طلبتش التوصيل. اه والله انا عملت دم جبال الصفحه ودي فعمل بالتوصيل ده تواضع بس. انبسطت جدا النهارده وشفت ناس كتير انا بحبها والحمد لله في ناس اكتشفت ان في ناس بتحبني. حاجات كتير حصلت النهارده وكان يوم مهم. ده اول فلوج لو مش معمول صح او في حاجات مش مظبوطه اعذروني بقى عشان ما عملتش فلوج زي كده، بس ان شاء الله هنكبر مع بعض. وده كان فلوج النهارده اليوم مهم وشفنا في ناس بتحبهم. لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وشير وسبسكرايب وانا هروح انام. تصبحوا على خير. سلام.